امبارح الحقيقة كان في خبر مفرح جدا في الحياة السياسية المصرية، خطوة مهمة حصلت امبارح باستجابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه للحكومة بتطبيق توصيات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي. ده لاقى إشادات واسعة من كافة أطياف القوى السياسية. السيد الرئيس أكد على أهمية تقليل الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي. اكد كمان على ضروره الحفاظ على طبيعته كاجراء وقائي لغايه ما يتم التحقيق من غير ما يتحول الى عقوبه الحقيقه ان استجابه السيد الرئيس للحوار الوطني والتوصيات اللي بيخرج بيها والنقاشات من المتخصصين بتؤكد الحرص على اشراك المواطن في صناعه القرار وعلاء حقوق الانسان رئيس السيسي كمان طالب الحكومه بتفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي واكد على اهميه التعويض المادي والادبي للاشخاص اللي بيتعرضوا لحبس احتياطي خاطئ والتوجه ده جاي طبعا استجابه للنقاشات المستمره اللي كانت في اروقه الحوار الوطني واللي بتعكس الرغبه في تنفيذ احكام الدستور والاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان مجلس امناء الحوار الوطني كان قدم للسيد الرئيس 24 توصية بخصوص الحبس الاحتياطي، توافقوا على 20 توصية منها تتعلق بمدة الحبس، بدائل الحبس الاحتياطي، وتعويض المتضررين من الحبس الخاطئ. الإشادة بالخطوة دي كانت كبيرة جدا بالأمس لأنها بتفتح أبواب جديدة لتحسين منظومة العدالة. هنتكلم عن كل التفاصيل دي في فقرة خاصة النهارده في صباح الخير يا مصر. عشان كده الحوار الوطني بكل ما دار فيه سواء على المستوى الاجتماعي الاقتصادي الثقافي كل ده بيؤخذ في الحسبان من السيد الرئيس التوجه الاخير بيدي دفعه كبيره جدا الحقيقه للحوار الوطني ولمخرجاته بيؤكد على اهميه العمل السريع لتطبيق التوصيات المتفق عليها وده بيعتبر خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان وتطوير الحياة السياسية والحزبية في مصر مرة تانية بنصبح على حضراتكم بنقول لكم صباح الخير يا مصر